طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب الرأي والمسهل بأهم وأبرز العناوين. برامج تنموية في مديرية جندع بحوالي 10 مليون نقد. المؤسسات الصحية في مديرية الشعيب تسهم في ضمان صحة الأمومة والطفولة. تنظيم حملة تطعيم لضمان صحة الماشية في مديرية نافرة. كيم جونغ أون يصل الصين في رابع زيارة خلال عام واحد. ماليزيا وسنغافورة تتفقان على خطوات للحد من التوترات. وضحايا في حادث قطار بجنوب أفريقيا. مرحبا بكم. أعلنت إدارة مديرية جندع في الاجتماع التقييمي الذي عرضته عن إنجاز برامج تنموية في العام 2018 كلفت حوالي 10 ملايين نقفة. وقدم مدير المديرية السيد عمر يحيى حاج تقريرا مفصلا أوضح فيه أهم المهام المنفذة بفعالية، ومن ضمنها بناء مدرستين ابتدائيتين في منطقتي حوصيت وعندلي وصيانة الحواجز المائية وأنشطة حفظ المياه والتربة المصحوبة بالآليات الثقيلة ومساعدة الجهات المحتاجة ومكافحة دورة الحشد الخريفية بالإضافة إلى مد أنابيب المياه. وأشار السيد عمر إلى أن أراضي الملكية الخاصة للمساكن والطاقة البديلة للحطب ومراعي الماشية والسماح بالأراضي الزراعية في مناطق جندع هي من القضايا التي يطالب بها المواطنون وتنتظر الرد المناسب من الجهات المعنية. كما أفاد السيد عمر بأن حل مشكلة نقص مياه الشرب في كل من مناطق دماس ودنقول العلي ومتكل الأبيت ومدينة جندع وإكمال تشييد المدرستين الابتدائيتين في منطقتي حوصيت وعندلي وصيانة خطوط الكهرباء والأضواء في الطرقات من أهم البرامج التي تعطى الأولية في العام الحالي. وفي الخطاب قدم المشاركون مقترحات وتوصيات بناءة، من ضمنها أن يقوم مدراء الضواحي بالدفع في مجال التوعيات الجارية لضمان الإصحاح البيئي والتعرف على إشكالية سيارات الإسعاف التي كانت تخدم مناطق دماس والشباح ومتكل أبيت وقحتلي وإيجاد الحلول لها وغيرها من التوصيات والمقترحات. في إطار الجهود الجارية لضمان صحة المجتمع، أوضح بأن المؤسسات الصحية في مديرية الشعب ظلت تلعب دورا كبيرا في ضمان صحة الأمومة والطفولة. وأشار مدير المديرية السيد أبو بكر إبراهيم بوجود عيادة حديثة في منطقة منشب وثلاث مستوصفات في إدارة الضواحي، مما يسهم إيجابا بالإضافة إلى الحملات الصحية الجارية في استقرار حياة المواطنين. وأشار السيد أبو بكر فيما يتعلق بانتشار الحقل التعليمي إلى وجود 23 مدرسة في مختلف المراحل بالمديرية، قائلا إن العمل يجري لإعداد منهج دراسي يتماشى مع حياة السكان، وذلك من أجل الاستفادة من الزمن الضائع في حياة الترحال، لأن مشاركة الطلاب وخاصة الطالبات لم تكن بالمستوى المأمول في معظم المدارس، داعين الأباء للعب دورهم البناء. وفي الختام ذكر مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم بأن 90% من السكان يحصلون على مياه الشرب الصالحة ووجود خدمات اتصالات جيدة، مشيرا إلى نشر خطوط لإدخال خدمات الكهرباء في ضواحي متكل أبيت وقدقد وشعب منشب. وتفيد مستندات المديرية عن تنمية معظم الأراضي النامية عبر أودية لابا قرقر وماي أولي وغيرها من الأودية الصغيرة. نظم مكتب الزراعة في مديرية نقفة بالتعاون مع الشركاء نظم حملات تطعيم في 11 إدارة ضاحية ضد الأمراض الباطنية والخارجية للحيوانات. وأوضح مسؤول المكتب السيد محمد صالح محمد علي إن الحملة التي استمرت لستة أيام اشتملت على تقديم لقاحات ضد الجدري المائي الذي يصيب الأغنام والماعز البالغة أكثر من 25 ألف رأس وحوالي 12 ألف من الأبقار، وضد داء سعران الكلاب البالغ عددها أكثر من 350. من جهته قال خبير صحة الحيوانات في المديرية البيطري إبراهيم مسفن إن البرنامج هو جزء من الأنشطة الجارية لضمان صحة المواشي وتنمية إنتاجها، داعيا المزارعين للاستفادة الجيدة من البرنامج مدركين أهدافه وأهميته وإحضار ماشيتهم في الوقت والمكان المحدد لتلقي التطعيم اللازم، وكذلك الإبلاغ السريع للجهات المعنية في حال ظهرت أي أمراض جديدة. كما أفاد المزارعون بأن برامج التطعيم الجارية في مختلف الأوقات ظلت تلعب دورا
كبيرا في ضمان صحة ماشيتهم، حيث زاد وعيهم ومعرفتهم بأهمية التطعيم بفضل حملات التوعية والسيمينارات التنويرية، مناشدين باستمرارية الحملة. مشاهدونا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الصين في زيارة لم يعلن عنها مسبقا استجابة لدعوة الرئيس الصيني شي جي بينغ، وذلك وفقا لما نشرته وسائل إعلام رسمية صينية. وتستمر زيارة جونغ أون وقرينته ري سول جو إلى الصين حتى 10 يناير الجاري. وأشارت تقارير إلى أن الزيارة تهدف إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين تمهيدا لقمة ثانية تجمع الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعد هذه رابع زيارة يقوم بها كيم جونغ أون إلى الصين خلال عام واحد. وتعتبر الصين أهم حليفا دبلوماسي لكوريا الشمالية، كما أنها شركة التجارة الأهم لبيونغ يانغ والداعم الرئيسي لها. اتفقت ماليزيا وسنغافورة على اتخاذ خطوات للحد من التوترات في الجو والبحر، وذلك وفقا لبيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية في البلدين. وتشمل هذه الخطوات تعليقا فوريا لمنطقة محظورة داخل ماليزيا قرب الحدود مع سنغافورة، وإجراءات خاصة بتوجيه الطائرات للهبوط في مطار سيليتار. وعلى الصعيد البحري اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل لبحث القضايا المتعلقة بحدود المواني، وقد كان سنغافورة قد احتجت الشهر الماضي على خطة ماليزية لتمديد حدود أحد المواني قائلة إن ذلك ينتهك مياهها الإقليمية. وقالت وزارة الخارجية إن الجانبان أكدا التزامهما بالحفاظ على العلاقة الحيوية بين البلدين وتحسين العلاقات الثنائية على أساس المساواة والاحترام المتبادل. ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا إلى 4,600 مصاب. وقال مسؤولو الإقاصة بأنه من المحتمل أن تستمر حصيلة الضحايا في الارتفاع، إذ يظل 100 ركاب عالقين داخل القطارين بينما تستمر عمليات رفع الحطام. وتابعت الشبكة أن المحققين بدأوا في تمشيط موقع التصادم بحثا عن أدلة للوقوف على أسباب وقوع الحادث. وهذا هو أحدث حلقة في سلسلة من حوادث القطارات في جنوب إفريقيا التي توجد بها أكبر شبكة سكك حديدية في القارة الأفريقية. وفي أكتوبر أصيب 320 شخصا بعد أن اصطدم قطار مزدحم قادما من جوهانسبرغ إلى بريتوريا بقطار متوقف. قتل 3 متزلجين ومتنزهان في النمسا نتيجة لتساقط ثلوج كثيفة وانهيارات ثلجية أدت إلى عزل عدد من المناطق في البلاد بحسب ما صرحت السلطات أول أمس الاثنين. وقضى متزلجان ألمانيان في انهيارات ثلجية في منطقة فوراليبرغ الغربية، بينما قتل متزلج سلوفيني في منطقة سالزبورغ بحسب أجهزة الإنقاذ. ومنذ منتصف الأسبوع الماضي هطل حوالي 150 سنتيمتر من الثلوج في وسط وشمال البلاد، بما ذلك في المناطق الواقعة على علو منخفض بحسب أجهزة الإرصاد الجوية النمساوية. وتوقفت مروحيات الجيش عن عمليات الإنقاذ من الانهيارات الثلجية بسبب الطقس السيء. وفي هولندا ألقت الخطوط الجوية الملكية 159 رحلة جوية أوروبية من وإلى أمستردام بسبب عاصفة متوقعة. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.